رجعنا لكم مرة تانية، لسه مكملين مع بعض فقراتنا في نهارك سعيد. وصلنا لفقرة عين، هي فقرة المصور الصحفي. النهاردة هيكون معانا وبيسعدنا يكون موجود معانا في الاستوديو المصور الصحفي عمرو دياب، نائب رئيس قسم التصوير بجريدة اليوم السابع. صباح الخير يا عمرو. صباح النور. يعني اسمك فني جدا، هو ويعني ممكن تشابه بيفتح أسماء لك بس مش أبواب. أكتر يعني. نعم تشابه أسماء بس مش أكتر يعني. اكيد طبعا طبعا اكيد تشابه اسماء، بس قصدي اقول اسمك فني جدا. يعني من امتى عمرو وانت بتشتغل في مجال التصوير الصحفي؟ حوالي 6 سنين دلوقتي، بقالك 6 سنين تقريبا. من وانا بدرس، حتى حاليا بتدرس؟ من وانا بدرس. من وين انت بتدرس؟ ازاي بدأت؟ هي الاول هوايه قبل ما تكون يعني وراثه، قبل ما تكون هوايه. انا عيلتي كلها تقريبا مصورين، عندي جدي مصور خاص، فوتوغرافيا ولا صحفيين فوتوغرافيا برضو؟ اوكي. فوتوغرافيا جدي مصور خاص، رئيس جمال عبد الناصر بس، وعمي رئيس قسم التصوير في مصر اليوم، حسام دياب. بس هي حاجات يعني وموهب وراثة وبعد كده موهبة. بالظبط. بدأت امتى معاك بقى التصوير الصحفي؟ واخترت ليه التصوير الصحفي مش الفوتوغرافي زي بقية أسرتك؟ بص، التصوير الصحفي بتنقلي صورة للناس. يعني أولا أنت بتعيشي حياة وبتشوفي حاجة بتحتاج بكل طبقات المجتمع، بتشوفي الغلبان، بتشوفي الوزير، بتشوفي كل حاجة في الشارع، وبتنقلي الصورة زي ما هي، بتحاول تنقل زي ما هي، وبيعكس عليا انطباعي انا في الصورة. بمعنى ايه؟ يعني انا رأيي في الصورة مثلا ممكن اطلعه وحش وممكن اطلعه حلو. يعني لو مثلا لو حد في غلبان مثلا في الشارع بشوفه، ممكن اطلعه بحالة سعيدة جدا وهو غلبان. بس هل الصورة الصحفية لازم تكون، يعني ممكن تكون ضد ممكن تكون مع، ولا لازم تكون الصورة الصحفية دي لا تكون طبعا، لا حيادية طبعا، جدا؟ حيادية طبعا، ليه حيادية. بقى؟ ليه لازم تكون حيادية؟ يعني أحيانا ممكن المصور يستخدم الصورة زي ما أنت بتقول إن هو يطلع الشخص سعيد جدا أو إن هو شخص كئيب بتبقى جدا، فنية بقى، متبقاش صحفية. تبقى فنية، لكن الصحفية لازم تكون طبعا حيادية. طبعا، لازم الخبر زي ما هو. أكيد طبعا. في وسط الأحداث الصاخبة اللي بتحصل، يعني معروف ان طبعا اكيد بيبقى فيه متعه وفيه استمتاع أكيد طبعا، كبير جدا بمهنه المصور الصحفي، لانه بيشوف احداث كتير، بيبقى في قلب الاحداث كمان. ولكن ده بيساويه على الناحيه التانيه ان ممكن يكون فيه مخاطر طبعا كتير جدا طبعا ممكن يتعرض لها طبعا. المصور الصحفي. هل ده حصل لك ولا لا؟ او انت شايف انه ده فعلا حقيقي ولا لا؟ انا اثناء الثوره يوم الغضب، يوم 28 يناير، كنت في اسكندريه مغطي الاحداث هناك، اصبت في راسي وخدت 6 غرز، ويوم 26 قبليها خدت طلقه مطاطيه في رجلي، مش معقول. بس الحمد لله كانت مدى بعيد يعني، فما اثرتش قوي. فطبعا معرضين انت في قلب الحدث، معرضه طبعا اي حاجه تحصل، اي مخاطر ممكن تقابلها والكلام ده كنا بنقابله قبل الثوره صراحه. يعني قبل الثورة كان يعني صعب جدا التصوير في الشارع، الناس كمان ما كانتش ألفة الكاميرا. يمكن بعد الثورة الناس بدأت تألف يعني الكاميرا، الناس بدأت كانت برضو ممكن بتعوق طبعا مهنة تصور التصوير ايه، بتعمل ايه. الصحفي بتاعك. طبعا بتصور هنا ليه؟ مع ان يعني شكلك صورنا مصري ليه؟ يعني، مش اللي هو جاي من لا لا بره. لا، هو الأجنبي وسط مصر كل حاجة دلوقتي بقى، خلاص تعالى صور، تعالى شوف، تعالى. يعني كل دلوقتي الناس بقى بقت عندهم وعي. مرتبطة جدا بالصورة الصحفية أو بالكاميرا عامة. كنا طبعا بنسمع طول الوقت انه دايما المصور الصحفي بيكون له حماية عشان ما يتعرضش لأي مخاطر رهيبة. في مؤخرا بدأنا نشوف ان الصحفيين بقوا بيتضربوا وبيحصل لهم إصابات وبيقعوا وحاجات زي كده. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ ما انا قلت ان هو اصلا قبل الثوره كنا بنتعرض لده كتير لا انا من قصدي اقول قبل الامن او من قبل انا سؤالي قصدي انه عادة بنسمع انه الصحفي بيبقى له حماية خاصة، ما يعني طبعا بتنزله حماية من خاصة. ادوات الصحفي طبعا. المهم ان هو يكون طبعا معاه ادواته، يعني مثلا في احداث محمد محمود اللي فاتت دي طبعا كان بيتدرب علينا قنابل الغاز وحاجات كتير طبعا، وقنابل الاعصاب وحاجات زي كده. فكنا لازم ماسكات، لازم خوذه عشان الطوب اللي بيتحدف او الخرطوش، ايوه. لازم طبعا لبس يكون تقيل شويه كان عشان معاك بقى الايكويبمنت دي طبعا كلها طبعا كانت لازم موجودة طبعا. جولنا بيوفرها وما كانش بيوفرها احنا بنشتريها على حسابنا بتشتروها؟ الخاص، الحماية الشخصية أهم طبعا. عمرو، لكل برضو الناس اللي حابة انها تعرف تفاصيل اكتر عن المصور الصحفي، هل في شروط او كفاءات معينة لازم تكون موجودة في شخصية المصور الصحفي، ولا اي حد في الدنيا بيحب المهنة دي ممكن يتقدم لها، ممكن يشتغلها، ممكن يمارسها؟ يعني هو بيحب حاجة وإنه يمارسها حاجة تانية، اقولي بقى ايه الكفاءات والشروط المعينة المفروض تكون موجودة. إنه يحب المهنة طبعا. كل الناس بتحب الكاميرات، وكل الناس بتحب تصور، وكلنا وقفنا قدام الكاميرا لكن إنه يصور صحافة دي بتبقى ليها شروط خاصة طبعا. لازم طبعا يكون عارف، دارس كويس جدا، وعارف ومثقف جدا في الشارع المصري وفي إيه،
او اي مكان يعني. وطبعا يكون طبعا انا قلت المثقف ويكون ايوه، ناس بتكون مثقفة وعلى طول بترجع للاحداث العالمية. طبعا معانا صورة من صورك يا عمرو، ممكن تكلمني عن دي في الصورة دي؟ الانتخابات انا طبعا، دي احنا طبعا شفنا ظاهرة حلوة جدا من الامن ما كانتش بتحصل. طبعا بيساعد الناس، ده راجل عجوز اهو بيساعد امين شرطة، امين الشرطة. شرطي بيساعد رجل عجوز. شفنا صراحة من الجانبين، الشرطة والجيش صراحة، حلو. فكانت لفتة حلوة جدا. وادي صورة للجيش برضو بيساعدنا. جميلة اوي. طبعا هي كانت الظاهرة اكتر ان العواجيز هم اللي كانوا بيروحوا انت الفترة الانتخابات. اللي فاتت دي عشان في احداث كتير بتبقى موجود طبعا في الشارع طول الوقت. ده طفل صورة طبعا، هو الله. طفل مش من حقه طبعا ينتخب، بس ايوه، هو ابوه جابه معاه فقال له، حب غمز يعوده غم يعني، اه حب فغمز يعود. صورة الحبر في جميلة، السوري. فيها على فكرة ده دليل طبعا. تشجيع للأطفال إن هما لما يكبروا يبقوا يشاركوا أكيد في الحاجات اللي زي هو دي. انا سألت ابوه حتى قال لي انا واخده معايا علشان يتعود من صغره على الديمقراطيه ويشوف. دي طبعا طوابير، طابور، هما طبعا بتشوف طوابير هايله طبعا. أكيد طبعا. هنا جوه ده اللجان الفارس بقى. ده الفارس، فارس بتبقى موجود طبعا، بيسمحوا للصحفيين يكونوا موجودين جوه الحاجات دي. هي طبعا دلوقتي بقت متسهله خالص يعني. احنا اصلا ما كانش بتطلع لنا تصاريح في الأول طبعا الانتخابات، كان ما ينفعش. ما كانش في تصريح اصلا بتطلع في الانتخابات، كانت صعبه جدا، ما كناش نعرف حتى نقف قدام المدرسه او قدام اللجنه. دلوقتي نخش جوه طب وتفضل كويس، وتروح. ده الأحسن. الصورة دي كلمني عنها، الصورة اللي فاتت دي شخص معاق داخل ينتخب، مظبوط؟ شخصية حلوة جدا. لا احنا شفنا يعني ناس، واحد معاق، واحد عجوز جدا، في قزم، في صوره لواحد قزم هنا هو موجوده كويس ان بيضرب انت طبعا. لقطت لنا كل الصور اللي ليها علاقة بالانتخابات، يعني الاطفال انا وهم جايب رايحين حاجات تانية، يتشجعوا بس كده هي عشان يبقوا الانتخابات يمارسوا. اكتر عشان هو الحدث اللي موجود دلوقتي يعني. حلوة جدا. دي اخر صورة معانا يا عمرو؟ لا في صور تانية صورة موجودة، في تانية. صور تانية طيب لما موجودة. تنزل هنكلمك عنها. قول لي يا عمرو، انت شاركت في معارض قبل كده بصورك او بتروح تحب تحضر معارض؟ طبعا. كلمني بقى عن الموضوع ده. طب قبل ما احنا تكلمني عندنا كلمني عن الصورة دي. دي كان ظهرت في السنة اللي فاتت، كان في آفة جت حرقت الطماطم، كان حتى كانت في فترة كده الطماطم كانت غالية جدا، كيلو كان بيوصل 10 و12 كانت جنيه من قريب. فنزلت بقى في النوبارية وعملت التحقيق ده. فطبعا كانت الطماطم تشوفي المزارع، ايه كم الطماطم دي كلها؟ لا لا ده حبة صغيرين طبعا بالنسبة لمزرعة كبيرة لا يعني. بس كيلو من صورة ده كان حلوة بيتباع بصراحة. ساعتها ب 12 و 15 جنيه. ايوه، ف وصلت الرقم ده فعلا لان فيهم في الافه دي وقت كانت ما. حرقت مزارع كتير جدا طماطم. طيب المعارض يا عمرو، معارضك بقى اللي انت بتشارك فيه، هل بالصور بتاعتك دي بتشارك في معارض، ولا انت بس ولا بتحب تروح معارض تحضرها؟ لا طبعا بحب اشارك في معارض، بحب لو في معارض موجوده بحب اروح اتفرج عليها واشوف الصورة دي خدتها امتى؟ دي في يوم الغد، دي في اسكندريه. في اسكندرية يوم الغد. ده عند سافرت مسجد مخصوص اسكندرية؟ عند مسجد القائد ابراهيم. دي طبعا كان يوم انا بصور ده، وانا اصلا يعني دماغي مربوطه ومش الله، داري بس بالدنيا. الصورة دي على قد ما هي طبعا مخيفة، ده بس اسم المنتزه كان بيولع بس. هي طبعا صورة يعني مش مبشرة خالص، صورة مش حلوة، مش مش حلوة، بس حلو هي طبعا، متاخدة بس بطريقة عايز اقول لك والله حلوة، ساعتها في انت اللحظه دي واخدها انا بطريقة حلوة. حسيت فعلا ان مصر هتتغير يعني، بالرغم ان في حرايق وفي حاجات، بس حسيت فعلا ان مصر ممكن لا تتغير. بس انت خدتها بطريقة شكلها حلو بصراحة. دي كانت طبعا يوم، ميدان التحرير. ده يوم التنحي، يوم 11 فبراير، كل دي من الصور فوق. دي طبعا هتفضل في الذاكرة، فدي اي حاجات صوره كانت هتلاقيت في الثوره صراحه كانت اكيد اكيد طبعا حتى كلها صور حد ما هتفضل في بيعرفش يصور، الذاكرة. حد بيصور بكاميرا صغيره بكاميرا كبيره كان زي ما قلت هيصور. لك، خليني ارجع مرة تانية للمعارض اللي انت شاركت فيها او بتحب دايما تحضرها. احنا عندنا شعبة المصورين الصحفيين في النقابة، دي اللي بيرقصها حسام دياب. دي بتعمل كل سنة معرض، معرضين، معرض في رمضان ومعرض في آخر السنة عن أحداث اللي بتاعت السنة كلها. اوكي. كنا بنشارك في المعارض دي طبعا، كل جورنال بيشارك باللي عايز يشارك يشارك بس. طيب فانت عادة يعني بتحب تروح تحضر معارض وكده، وان شاء الله في يوم من الايام بقى يبقى عندك صور كتير ان شاء الله كلها مهمة تعمل هي بيها الجائزه اللي معرض خدتها كبير هي ان شاء بتاعت الله. شعبه المصريين الصحفيين، الجائزه الاولى في رمضان كانت عن مسحراتي. لا لا ان شاء فدي الله بكل التوفيق يا عمرو ربنا بجد، يخليك يا رب، وعادة اللي بيطلع معانا في نهارك سعيد ربنا يعني يبقى بيوفقه سعيد. قوي، بيوفقه قوي الفترات اللي جاية. ربنا معاك يا عمرو ان شاء الله، وجود لك وصورك لطيفة ربنا يخليك وفيها يا صور رب. كمان حلوة جدا. دي بقى صورك؟ دي بقيت الصوره، دي القلعه بعد ما اتجددت
من 2008 تقريبا. مترو. ده العفو الرئاسي، دول مساجين خارجين خلاص. انا مش شايفه بس كويس. هي الصورة ده جوه السجن، سجن القناطر الرجال. دخلت انت برضو في اماكن ما انا بقول مش لك، كل الناس هي دخلتها، مهنة الصحافة شيقه جدا، فيها بتدخلك حاجات في اماكن غريبه لو شخص عادي ما يخشهاش، في اكيد. وتخشيها وبتصوري كمان، لما بتصوري كمان بتبقى حاجة تانية. ده حلايب أبو شلاتين، احنا اول صحفيين في اليوم السابع نروح حلايب أبو شلاتين، دول اول نساء تظهر من حلايب أبو شلاتين على الصور يعني. طبعا بلد بدائية صور جدا جميلة. جدا، يعني وبرضه هناك قابلنا مصاعب كتيرة. هي ليه بلد بقى؟ بدائية، بلد بدائية من وناس أهم المصاعب أو المواقف اللي أنت تفتكرها مثلا وأنت بتصور كانت صعبة جدا أو كانت وهناك شيقة جدا، إيه طبعا هي؟ هي دي منطقة على الحدود، فمنطقة خطرة جدا، ففيها طبعا تقريبا 5 أجهزة أمنية. الخمس أجهزة استدعونا في الفترة، احنا قعدنا 6 أيام، كان كل يوم تقريبا، وعندنا عسكري قاعد تحت. كان قبل الثورة الكلام ده. اكتر مكان رحت وانبسطت فيه جدا وانبسطت بالرحله بتاعتك واخدت فيها صور حلوه جدا هي كانت حلايب ايه وشلاتين، بجد؟ لانها يلا. بلد حلوه ومحدش يعرف عنها حاجه، كل واحد فاهم ان حلايب وشلاتين دي منطقه واحده. لا، هي منطقه حلايب دي حاجه ومنطقه شلاتين دي حاجة. انا نفسي كنت رايح على اساس ده، ايوه. فدي شلاتين دي في حته وحلايب دي بعديها ب 170 كيلو تقريبا. يلا، جود لك يا عمرو الفتره اللي جايه ان شاء الله، وتكون معانا كده وتكون مصور صحفي كبير وليك ربنا اسمك. يخليك، ربنا يخليك، شكرا ليك. حبيبي. مشاهدينا، كان معانا عمرو الدياب، هو مصور صحفي بجريدة اليوم السابع. إن شاء الله تشوفوه الأيام اللي جاية، يكون له اسم مهم. هتشوفونا بعد الفاصل، لسه معانا فقرات تانية في نهارك سعيد.